الشقة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة، 3 غرف ورسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. الشقة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. النهاردة يا جماعة ان شاء الله معانا شقة في برج شيك 13 دور. ده كده شكل المدخل بتاع البرج اهو، ما شاء الله شيك جدا يا جماعة، باين قدام حضراتكم كله رخام، مدخل كبير واسع ما شاء الله. ده شكل السقف بتاعه اهو، ديزاين بتاعه شكله حلو جدا. بعد ما بنطلع الكام سلمة دول بيجي عندنا اتنين اسانسير، ده كده المساحة بتاعت المدخل، وهنا كده في الجنب الاتنين اسانسير شغالين الاتنين يا جماعة. كده بقى يا جماعه وصلنا الدور اللي فيه الشقه بتاعه النهارده. شقه النهارده يا جماعه مساحتها 135 متر، تشطيبها سوبر لوكس، 3 غرف وريسبشن قطعتين ومطبخ واتنين حمام. طبعا قبل ما ندخل الشقه بتاعه النهارده زي ما اتعودنا هنشوف معانا عداد الكهرباء. ده كده عداد الكهرباء اهو، عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت. طبعا عندي دي هنا في شقه وهنا شقه، واللي في النص دي الشقه بتاعه النهارده. وبرضو قبل ما ندخل بيجي لنا باب مصفح تركي. يلا بقى نخش برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. اول ما بندخل كده يا جماعه بنخش على الريسبشن ده، وطبعا عندي هنا المطبخ مفتوح امريكان مع الريسبشن هنشوفه دلوقتي. تعالوا الاول نشوف الريسبشن. ده ريسبشن يا جماعه قطعتين زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، وده هنا شكل التشطيب بتاع الشقه، جبسن بورد في السقف اهو مع بيت النور. ده كده شكل التشطيب، ودي المساحة. طبعا عندي الشقة بتبص على شارع واسع كبير تقريبا 100 متر، شارع واسع كبير هنشوفه دلوقتي من البلكونة. اوري لحضراتكم بس التشطيب اهو يا جماعة، وهنا كده ده المطبخ مفتوح امريكان على الريسبشن، وده كده طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والمطبخ والعفوا والحمام الثاني الكبير. تعالوا نشوف الاول الفيو من الريسبشن او من البلكونه، وبعد كده نرجع نكمل بقيه الشقه معانا. دي كده البلكونه اهي يا جماعه، دي المساحه بتاعتها اهي، وده بقى الفيو. الفيو مفتوح مفيش حد قدامك اهو يا جماعه. ده كده يا جماعه اللي هو محور المريوطيه اهو، ده كده برضو من الجنب الثاني اهو، تمام. ده كده الفيو يا جماعه. تعالوا بقى نرجع تاني نكمل بقيه الشقه. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. تعالوا نشوف بقى هي يا جماعه اللي انا ما شفتهوش اول حاجه، معلش نسيته، حمام الضيوف. ده طبعا بيكون هنا جنب الريسبشن. بسم الله. ده كده الباب اهو. ده هنا كده حمام الضيوف، طبعا هو هنا مش مستغلينه، عاملينه بس للغسيل، مش مستغلينه كحمام ضيوف. طبعا انت طبعا هتظبط انت بقى شقتك ايه براحتك. عندي ده عداد الغاز اهو، لسه بس الشركه هتيجي تركبه. يعني ان شاء الله اللي يجي يتفرج يبص يلاقيه راكب باذن الله. ده المطبخ بقى اهو. ده المطبخ كده بالرخامه الجالاكسي، البارم بتاعها معمول بالرخامه الجالاكسي الاسود. اهو يا جماعه ده شكل المطبخ. إيه هنأكد برضو عشان الناس اللي هتسألني البيع بالعفش او بدون، لا يا جماعه البيع بدون العفش. السعر اللي انا هقوله لحضراتكم دلوقتي لا يشمل معانا العفش يا جماعه. ده الغاز اهو وصل خلاص هنا على البوتاجاز، بس واقف على التوصيل بس. وبرضو المطبخ كله بالرخامه الجالاكسي الاسود اهي. ده كده يا جماعه المطبخ. تعالوا بقى نروح نشوف الغرف والحمام الكبير. نخش من هنا كده على طرقة التوزيع، على الشمال كده بيجي لي غرفة، وهنا كده الحمام الكبير، ودي غرفة، واللي هناك دي برضو ايه الغرفة الثالثة. تعالوا نبدأ الأول من على اليمين كده، ربنا يجعلنا من أهل اليمين إن شاء الله، ونشوف الغرفة الأولى. دي الغرفة الأولى اهي يا جماعة اهي، دي الغرفة الأولى، دي المساحة بتاعتها اهي ما شاء الله، مساحتها حلوة يعني واخدة معايا غرفة نوم مرتاحة. ده برضو شكل السقف معمول فيه التفاحة الابل دي. وهنا كده عندي برضو بتبص يا جماعة على نفس الفيو اهو، فيو مفتوح برضو اهو يا جماعة ما شاء الله، نفس الفيو اللي احنا شفناها من البلكونة
ما شاء الله فيو جميل جدا، والهواء برضو جاي منه حلو ما شاء الله. دي كده الغرفة اهي يا جماعة، ودي المساحة بتاعتها، دي تعتبر الغرفة الأولى. تعالوا بقى نروح نشوف بقية الغرف. بعد ما شفنا الغرفة الأولى نشوف معانا الغرفة التانية. دي الغرفة التانية اهي، دي برضو المساحة بتاعتها اهي يا جماعة، دي المساحة بتاعت الغرفة. ده الدولاب اهو برضو عشان تبقوا شايفين المساحة صح. عندي ده كده شكل معمول الشكل الجبسن بورد الصغير ده في السقف. وعندي هنا برضو الشقة دي، الغرفة دي بتبص على منور، منور خاص يا جماعة، مفيش حد معاك في المنور. اللي في الوش ده الشباك بتاعك، واللي على الشمال ده برضه الشباك بتاعك. ومن الحاجات الجميلة برضه ان معمول حماية حديد، حديد حماية على الشبابيك كلها. دي كده الغرفة اهي، ودي المساحة بتاعتها كلها. دي كده الغرفة التانية. نرجع تاني، بيجي لنا هنا الحمام. ده الحمام اهو، دي المساحة بتاعته، مساحته حلوة، واخد بانيو مرتاح برضو اهو يا جماعة، واخد بانيو مرتاح. ده لون السيراميك وشكل السيراميك بتاعه اهو. الغاز عندي هنا برضو وصل للحمام. عندي اهو هنا الحوض، نشوف المية، المية شغالة برضو كويسة. ده كده الحمام الكبير. بعد كده نروح نشوف الغرفة التالتة. دي الغرفة التالتة اهي يا جماعة، دي برضو شكل التشطيب معمول فيها اهو، معمول تي في كورنر هنا اهو بالجبس. برضو نفس التفاحة الابل هنا برضو في السقف برضو اهي، جبسن بورد برضو. عندي برضو الغرفة دي بتبص على نفس المنور بتاع الغرفة اللي احنا شفناها، اللي هو المنور الخاص يا جماعة اهي، هناك اهي منور خاص برضو، مفيش حد معاك في المنور. دي كده الغرفة التالتة والاخيرة. الشقة دي يا جماعة مطلوب فيها 1,650,000. واقول لحضراتكم برضو على كل البيانات مرة تانية. الشقة مساحتها 150 متر تحت العجز والزيادة، ثلاث غرف ورسبشن قطعتين ومطبخ امريكان واثنين حمام. الشقة كاملة المرافق، كهرباء وغاز ومية. الشقة في الدور ال 12، البرج 13 دور، يعني في فوقيك دور كمان. وزي ما قلت لحضراتكم عنوان الشقة فيصل المريوطية الرئيسي، شارع المريوطية الرئيسي. مطلوب 1,650,000. وطبعا لأي استفسار لو انا نسيت حاجة اقولها ممكن تسألني عليها تحت في التعليقات وهرد عليكم على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والاجازة الرسمية يوم الجمعة. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.